إن رؤية الهجومات على هذا الدين وعلى المسلمين والهجمات المعادية لهم تمزق قلبي إربا إربا، ولا أقدر على شيء غير الكلام. أحياناً أواسي نفسي بالظن أن الكلام أنفع وأثره أقوى من المدفع، فالكلام والسلاح كلهما ضروري في مكانه، ولكن لا يسد أحدهما مكان الآخر أبداً. لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد، وجد حسان بن ثابت رضي الله عنه يتلو شعره، فلوما عليه عمر رضي الله عنه لقراءة الشعر في المسجد، فقال حسان: يا أمير المؤمنين، قد كنت أتلو الشعر في المسجد وفي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هريرة، أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي: يا حسان، أجب المشركين عني واهجهم فإن روح القدس معك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت. فترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حسان وخرج من المسجد. لما احتدت الحرب كان هذا الدين محتاجا إلى سيف خالد بن الوليد رضي الله عنه وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ومثنى بن حارثة رضي الله عنه. ولما احتدت الحرب الفكرية كان هذا الدين محتاجا إلى قصائد حسان رضي الله عنه، فلم يكن لسيف خالد رضي الله عنه فائدة في مواقع الكلام، وكذلك لم تكن لقصائد حسان رضي الله عنه فائدة في مواقع القتال. ما أريد قوله هو أن هذا الدين له حدود مختلفة، ونحن كلنا نقف على إحدى هذه الحدود، فلا يجب علينا أن نترك حدودنا. ما دام الله قد أعطاك ملكة الكلام، فهذا يعني أنه قد عهد إليك بأحد الحدود لهذا الدين، فكن راسخا على هذه الحدود ولا تظن أنك شخص غير مهم. وقد وضع الله الحكام على حدود حكم هذا الشعب وحمايته وحفاظ حقوقه وإطعامه وعدم ظلمه وعدم تناول حقوقه، ووضع الله الأغنياء على حدود الصدقة والإحسان، ووضع الله المفكر العالم على حدود حماية العقيدة والرد على الشبهات وقول الحق، ووضع الله الجندي على حدود الحرب وحماية الوطن، ووضع الله المعلم على حدود تربية الجيل القادم، ووضع الله الأمهات على حدود تربية أولادنا، ووضع الله الصحفيين على حدود حماية هذه الأمة وقول الحق وحماية حقوقنا، ووضع الله الأئمة على حدود أخذ أيدي الناس وهدايتهم إلى الله، فمن يثبت على حدوده يباركه الله. فثبت الإمام البخاري رحمه الله على حدود حفظ الحديث، فأعطاه الله صحيح البخاري. وثبت الإمام مسلم رحمه الله على حدود السنة، فأعطاه الله صحيح مسلم. وثبت الإمام مالك رحمه الله على حدود الفقه،
فأعطاه الله الموطأ. وثبت الإمام أحمد رحمه الله على حدود العقيدة، فأعطاه الله المسند، ودافع عن حدود العقيدة بظهره الذي ضربه. فكما أن لهم حدودهم، فإن لك أنت حدوداً أيضاً، فاثبت.